السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة هذا اليوم لمادة الدراسات العملية كهرباء للصف السابع المتوسط. سوف نتحدث اليوم عن موضوع المقاومة الكهربائية. تعريف المقاومة الكهربائية. المقاومة الكهربائية هي مصطلح فيزيائي يعبر عن مقاومة المواد لسريان التيار الكهربائي خلالها، وهي خاصية تمتاز بها جميع المواد ولكن باختلاف الدرجات، وتقاس المقاومة الكهربية بوحدة الأوم ويرمز لها بالرمز R. أنواع المقاومات: أولاً حسب قيمتها، وتنقسم المقاومة الثابتة والمقاومة المتغيرة. ثانياً حسب مادة التصنيع، وتنقسم إلى المقاومة الكربونية، المقاومة القشائية، المقاومة السلكية، المقاومة الضوئية، المقاومة الحرارية، المقاومة المتغيرة. المقاومة الثابتة ولها العديد من المميزات أو الخواص أو الخصائص، تتميز بثبات قيمتها وتختلف في استخداماتها حسب نوعها وقدرتها، وتكتب قيمتها مباشرة أو تكون على شكل حلقات ملونة. ونرى هنا شكل المقاومة الثابتة، وأيضا هنا رمز المقاومة الثابتة. المقاومة المتغيرة ولها العديد من المميزات أو الخصائص، حيث يمكن تغيير قيمتها بين الصفر وأقصى قيمة لها، يمكن تثبيتها عند قيمة معينة. تتكون من ثلاثة أطراف، ونرى هنا شكل المقاومة المتغيرة، ونرى هنا رمز المقاومة المتغيرة. المقاومة الكربونية ومن خصائصها أنها صغيرة الحجم ورخيصة الثمن، ويمكن تصنيعها بقيم كبيرة، يوجد نسب تفاوت بقيمتها. ونرى هنا مكونات المقاومة الكربونية، حيث تتكون من خليط من الكربون محاطة بمادة عازلة ولها طرفي توصيل. المقاومة القشائية ومن خصائصها أنها تشبه المقاومة الكربونية من حيث الشكل الخارجي، ولكنها أكثر دقة وأعلى تكلفة. ونرى هنا مكونات المقاومة القشائية، حيث تتكون من غشاء مقاوم محاط بمجرى حلزوني مطعم، غلافها الخارجي بمادة عازلة ولها طرفي توصيل. المقاومة السلكية، هذه المقاومة السلكية تكون أكثر استقراراً وأكثر دقة من المقاومة الكربونية، ويوجد منها نوعين: مقاومة سلكية ثابتة، ونرى هنا شكلها، مقاومة سلكية متغيرة، ونرى هنا شكل المقاومة السلكية المتغيرة. المقاومة الضوئية LDR هي مقاومة تتغير قيمتها بتغير شدة الضوء الساقط عليها، وتصنع من مواد حساسة للضوء. نرى هنا شكل المقاومة الضوئية، ونرى هنا رمز المقاومة الضوئية، ونرى هنا تجربة دائرة كهربائية تبين لنا كيفية عمل المقاومة الضوئية. استخدامات المقاومة الضوئية LDR: تستخدم في مصابيح الشارع، وتستخدم في الأبواب المتحركة، وتستخدم في الكاميرا الضوئية. المقاومة الحرارية، وهي المقاومة التي تتغير مقاومتها بتغير درجة الحرارة، ويوجد نوعان من المقاومة الحرارية: أولاً ذو معامل حراري موجب، ونرى هنا شكله. ثانياً معامل ذو حراري سالب، ونرى هنا شكله. المقاومة المتغيرة، هذه المقاومات تسمى بوتنشيومتر، ولها استخدامات متعددة. ونرى هنا شكل مقاومة المتغير، حيث تستخدم في إيجاد الموجة الإذاعية. استخدامات المقاومة الكهربية: تستخدم المقاومة في التحكم بالجهد والتيار، ويتم ذلك على حسب نوع التوصيل. ونرى هنا دائرة التحكم في الجهد بواسطة مقاومة، حيث نرى أن المصباح الكهربائي موصل بشكل متوازي مع المقاومة. والآن ننتقل إلى الدائرة العملية في التحكم في الجهد باستخدام مقاومة متغيرة. نرى هنا بطارية، نرى هنا مقاومة متغيرة، مصباح كهربائي. نوصل الدائرة الكهربائية ونرفع
ونخفض قيمة المقاومة المتغيرة حيث نرى سطوع المصباح وانخفاضه بسبب تحكمنا في رفع وخفض المقاومة المتغيرة. طرق توصيل المقاومات: توصيل المقاومات على التوالي. طرق توصيل المقاومات: توصيل المقاومات على التوالي. نرى هنا المقاومة الأولى R1 موصلة بالتوالي مع المقاومة R2 موصلة بالتوالي مع المقاومة R3، ونستنتج في خصائص توصيل المقاومات على التوالي على مستوى التيار أن مجموع التيار تساوي التيار الأول يساوي التيار الثاني يساوي التيار الثالث. I total يساوي I1 يساوي I2 يساوي I3. ثانيا على مستوى الجهد، حيث أن مجموع الجهود تساوي الجهد الأول زائد الجهد الثاني زائد الجهد الثالث. V total يساوي V1 زائد V2 زائد V3. ثالثا على مستوى المقاومة، مجموع المقاومات تساوي المقاومة الأولى زائد المقاومة الثانية زائد المقاومة الثالثة. R total يساوي R1 زائد R2 زائد R3. توصيل المقاومات على التوازي نرى هنا في الشكل التالي: المقاومة الأولى موصلة بالتوازي مع المقاومة الثانية موصلة بالتوازي مع المقاومة الثالثة، ونستنتج في خصائص توصيل المقاومات على التوازي على مستوى التيار I total يساوي I1 زائد I2 زائد I3، أي أن مجموع التيارات يساوي مجموع التيار الأول زائد مجموع التيار الثاني زائد مجموع التيار الثالث. على مستوى الجهد، مجموع الجهود يساوي مجموع الجهد الأول يساوي مجموع الجهد الثاني يساوي مجموع الجهد الثالث. V total يساوي V1 يساوي V2 يساوي V3. ثالثا المقاومة، مقلوب مجموع المقاومات يساوي مقلوب المقاومة الأولى زائد مقلوب المقاومة الثانية زائد مقلوب المقاومة الثالثة. والآن ننتقل إلى مقطع كرتوني بعنوان مسابقة الموهوبين. في الختام أعزائي الطلبة، أتمنى قد استفدتم من الدرس، على أمل بلقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.